وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل أيام نشروا صورة عن مدينة نيويورك قبل أن يذهب إليها كولومبوس، وكانت عبارة عن قطعة من الأرض ليس فيها بناء ولا مصانع ولا معامل ولا بشر، إنما بعض الزراعة البسيطة وأشجار غير متناسقة. ولعل هذه الصورة لا تكون حقيقية، ولربما تكون مرسومة من قبل أحد ما. المهم، كل هذه المدن التي تراها اليوم وهي تعج بالحركة والنشاط ووجود الناس، والتي فيها المدنية ولربما أيضا يسميها البعض بالحضارة، قبل دخول الإنسان إليها هي عبارة عن أراض جرداء. كل المدن الجميلة هنا وهناك قبل أن يذهب الإنسان إليها لم تكن إلا قاعا صفصفا. هذا فيما يرتبط بالجانب المادي من حياة البشر. أما فيما يرتبط بروح الإنسان، فإن الناس قبل أن يبعث الله الأنبياء إليهم، نفوسهم كانت عبارة عن قاع صفصف، لا خير فيها، لا فكر فيها، لا رؤية لها، لا بصائر عندها، نفوس خالية جرداء من أي شيء حسن. صحيح أن الله عز وجل إنما يخلق الإنسان على فطرته، لكن هذه الفطرة وحدها لا تكفي، لابد أن يأتي الأنبياء الذين يحيون النفوس. ولو كان باستطاعة أحد أن يرسم نفوس الناس قبل أن يبعث الله الأنبياء إليهم لرأينا عجبا، لم نر قاعا صفصفا، وإنما كنا نرى مناطق موحشة مخيفة، لأن النفوس إذا لم تكن على الحق ولم تكن تخشى ربها فإنها تكون وحشية، أي أنها مثل الحيوانات في الغاب، كما نقرأ في التاريخ وكما نرى اليوم في بعض المناطق في العالم، حيث لم تصل إليهم دعوة الأنبياء يعيشون كما تعيش الحيوانات. إذن النبي، أي نبي كان، هو المحور بالنسبة إلى قومه، هو السبب الأساسي لتقدم الناس، هو السبب الأساسي لأخلاق الناس، هو الأصل بعد التوحيد. ومقام النبي هو المقام الأول بعد مقام الله عز وجل. في سورة الحجرات ربنا عز وجل يبدأ بالحديث مع الذين آمنوا، يطلب منهم أن لا يتقدموا بين يدي الله وبين يدي رسوله، ثم يبين العلاقة الصحيحة التي يجب أن تكون
بين الأقوام وبين الأنبياء. كيف يجب أن يكون النبي عندك إلى النبي بأي عين تنظر؟ تنظر إليه باعتباره محور أساسي في هذه الحياة، باعتباره قيادة ربانية وعليك إطاعته، أم تنظر إليه الجانب البشري من النبي باعتباره يأكل ويشرب وينام ويولد كما يولد الناس؟ في هذه الآية المباركة وهي تتمة للآيات السابقة، ربنا يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى: هل أن الذين كانوا يعاصرون النبي لم يكونوا يعرفون أن فيهم رسول الله؟ الخطاب للمؤمنين، الخطاب هنا ليس لعامة الناس حتى نقول أنهم لم يكونوا يعرفون أن هذا هو رسول الله. الخطاب للذين آمنوا بالنبي، وربنا يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. ما معنى ذلك ولما هذا التوجيه؟ أولا، البشر بشكل عام يعانون من خطر كبير محدق بهم دائما، وهو خطر الغفلة، كما أن أحدهم ربما في وسط النهار والشمس في كبد السماء يغفل عن وجود الشمس، أو لا يهتم بوجود الشمس، أو لا يحسب حساب خطورة أشعة الشمس في بعض الحالات عند الظهيرة، يغفل عن الشمس مع أن الشمس موجودة، يعني يعلم بوجود الشمس ولكنه غافل عنها. فيقول له أحدهم: احذر مثلا، فإن هذه شمس. وكذلك فيما يرتبط بأمور أخرى كعالم الآخرة، كعالم الحساب والعقاب والعواقب وما شابه ذلك. ومن ثم فإن الإنسان يحتاج دائما إلى من يحذره، إلى من يقول له أنه انظر، شوف، اعلم، واعلموا أن فيكم رسول الله. الملاحظة الثانية: معنى فيكم له جانبين. جانب الأول: قيمة الظرف بما فيه. يعني أنت تصور صندوق حديدي مشتري أنت غالي مخلي في بيتك، لكن قيمة الصندوق الحديدي بالذهب الذي فيه، بالوثائق المهمة، بالجوازات اللي مخليها في صندوق الحديدي، وإلا صندوق الحديدي مجرد حديد. أو كأس فارغ، قيمته بما تضع في هذا الكأس، بما تصب فيه. إن كان سما فهذا قاتل، تكسر هذا الكأس أفضل من أنه تحافظ عليه. لكن إذا كان فيه عصير برتقال مثلا فله قيمته وله أيضا فائدته بالنسبة إلى الناس. فيكم رسول الله، بدون رسول الله لا قيمة لكم، لا قيمة لكم، مجرد بشر يولدون وهم لا يعلمون شيء، ويموتون ولا يعلمون شيئا. يعني اعلموا أن فيكم رسول الله. الأمر الثاني: أن القيادات الربانية لا حواجز بينها وبين الناس، ولذلك ربنا يرسل أنبياء من نوع البشر، يأكلون، يشربون، ينامون، يشترون، يبيعون، يمشون بالشوارع، يجلسون مع الناس. ما يعيش الأنبياء في أبراج عاجية. نعم، قد يقول قائل: ما الذي نفعل إذا كان هنالك خطر أمني؟ الخطر الأمني له متطلباته، هذا أمر لا شك فيه. لكن بشكل عام اليوم ونحن نتحدث معكم، أيضا هنالك رؤساء دول وزعماء وملوك يمشون في الشوارع، يركبون سيارات الباص، يلتقون بالناس بالشوارع، عندهم ربما ديوانيات مفتوحة باستطاعة الناس أن يزوروهم وأن يلتقوا بهم. الأنبياء في الحقيقة كانوا في الناس، قيادة ميدانية، مو قيادة بعيدة عن الناس فقط تصدر فرامين وتصدر أوامر. فيكم، وياكم، منكم، في بعض الآيات منكم، منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم.
مو يعني منهم نفس المقام، نفس الوعي، نفس العلم، نفس الحكمة، لا، يعني وياهم. اعلموا أن فيكم رسول الله. يوم اللي فيكم رسول الله أمركم يختلف عما إذا كان النبي غائبا عنكم. طبعا كان الرسول أو كان وصي الرسول أو كان من يمثل الرسول فنفس القضية. ما دام هنالك من يمثل الله في الأرض كنبي، كمرسل من قبل النبي، أو كعلماء دين يمثلون هذا الدين ويمثلون شريعة سيد المرسلين، لازم دائما تحسب هذا الحساب، مو تتقدم عليهم، مو تتأخر عنهم، تسمع لهم، أنت لازم تطيعهم، مو هم يطيعوك. أحيانا تجد في بعض المجتمعات عادة هم إلى ربط بالتخلف وعدم الوعي والفهم، أن الناس يريدون من القيادة أن تكون القيادة في خدمتهم، مو هم في خدمة القيادة. حتى أن البعض مع رب العزة والجلال هذا توقعه، طلبت من الله ما أطاني، زين الله ما أطاك، خير، شو لازم رب العالمين يطيعك أو أنت لازم تطيع رب العالمين؟ الله متفضل عليك حتى حينما تكون في الحرمان، تكون في المرض، تكون في مشكلة، يا من لا يحمد على مكروه سواه، شنو تطلب الله بشيء أنت؟ كأن الله يعني ربه يجب أن يطيعه، فإذا ما أطاعه في شيء طلب من عنده حاجة دعاه والله ما أطاه، عنده ألف عتاب على رب العالمين. لا، ما دام هو الرب فإن عليك الإطاعة وليس عليه الإطاعة لك. ما دام هذا هو الرسول فعليكم إطاعة الرسول. ما دامت هذه قيادة أنت واثق منها وهي مخلصة وتعمل بخلاف رغبتها وشهوتها، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوا، أن يطيعوا، أن يسمعوا كلامه، مو بالعكس، لازم القيادة تطيع القاعدة. طبعا حتى في المجتمعات البشرية حينما ينتخب رئيس دولة، حينئذ رئيس الدولة هو الذي يتخذ القرار حتى في قضايا مثل الحرب والسلام والصلح وما شابه ذلك، هذا أمر طبيعي. ما دام هذا القيادة فعلى البقية طاعة هذه القيادة، هذه هي العلاقة الطبيعية الصحيحة. فكيف إذا كانت القيادة ربانية وهي تمثل رب العزة والجلال؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني وقعتم في مشكلة، في العنت، في الصعوبات، إذا رب العالمين يطيعكم أنتم ترحون في داهية. أولاً لأن النبي يتكلم عن مصدر العلم ومصدر القدرة ومصدر الحكمة وهو الله، فإذا النبي يطيعك معناه أنتم رحتوا في الجاهل مو في العلم، بدل ما تمشي حسب العلم اللي النبي يحمله، النبي اللي حامل العلم لازم يطيعك أنت الجاهل. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. العلاقة تنعكس يوم اللي أنت تخطئ، أن تكون صاحب حق، لكن إذا أخطأت بحق جماعة من الناس يصير هو صاحب الحق وأنت المطالب وأنت النادم على ما فعلت. لو كان النبي يطيع الوليد بن عقبة حينما أرسله إلى بني مصطلق كان يطيعه ويسمع كلامه. المسلمين كانوا يقومون بحرب لا داعي لها وكانوا يريقون دماء بريئة، وكانت النتيجة أن المسلمين كانوا يصبحون هم المسؤولين عن القضية. وهذا في كثير من الأمور، مو في قضية وقضيتين، دائما الإطاعة يجب أن تكون من القاعدة للقيادة الربانية. نعم لابد أن القيادة تستشير وشاورهم في الأمر، لكن فإذا عزمت العزيمة من عندك يا رسول الله فتوكل على الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم عندك تسليم لأمر النبي أو لمن يمثله
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حوادث وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كانت حقيقة مؤسفة بسبب أن المسلمين أصروا على النبي في موقف معين وقرار معين. مثلا بعد معركة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان المبارك وانتصر المسلمون فيها، بعد هذه المعركة المشركون جاءوا وقد أعدوا عدتهم لمعركة أحد. كان رأي النبي أن لا يخرجوا لتلقي المشركين، كان رأي النبي نبقى في المدينة، ندافع عن المدينة. تدري اللي يعيش في مدينته يعرف أزقتها، يعرف بيوتها، مجرد الجدران والبيوت كلها تصير عوامل دفاعية له، يعني كلش سهل الدفاع عن المدينة. الآن تسمعون في الأخبار، مع الأسف ما شاء الله عندنا حروب كثيرة حوالينا، تسمعون في الأخبار فلان مدينة يردون يفتحوها صار لهم كذا مدة ما قادرين، طبعا لأن ذاك متحصن داخل مدينة، ذاك داخل جدران داخل بيوت، ما تقدر توصل إليه إلا إذا هدمت سلسلة من البيوت مثلا. أو في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه منعوه أن يتوجه إلى قرية من القرى، كان يردون يحاصروه في صحراء حتى يكون سهل عليهم القضاء على الإمام الحسين سلام الله عليه. النبي كان رأيه أن لا نخرج، قال القضية مو مثل قضية معركة بدرها، معركة بدر الجماعة كانوا جايين مغرورين وكانوا يظنون أن أنتم عبارة عن لقمة سائغة بالسهولة يمكنهم القضاء عليكم، لكن هالمرة قد أعدوا للحرب عدتها، نبقى في المدينة ولا نخرج وندافع عن أنفسنا. أصروا على النبي أنه لا يا رسول الله لا إحنا نريد نخرج. النبي قبل منهم. الآن ليش قبل من عندهم؟ مسألة ثانية لازم يوم من الأيام نشرح لماذا كان بعض الأنبياء وبعض الأولياء وبعض الأئمة يطيعون الناس، راح أشرح بعد شوية. النبي قبل منهم فلبس لابس لامته للحرب، قال نخرج بعد صلاة العصر، نصلي صلاة العصر نخرج. صلى النبي صلاة العصر، اجوا بعض دول المسلمين ندموا، يا رسول الله يلا ما يخالف يلا نمشي على رأيك. قال لا، ما كان للنبي أن إذا لبس لامته أن يضعها حتى يناجز، ما دام لبست اللام للحرب وأعلن الحرب أنا بعد ما أنزع هذه اللام. شنو هي لعب؟ يوم من الأيام ألبس يوم من الأيام أنزع، ماكو هذا الشيء، ما دام لبست ننجز، يعني بعد ما ننتظر ننزع هذه اللامة الآن نطلع. طلعوا في معركة أحد، بداية المعركة انتصار، نهاية المعركة هزيمة، قتل من قتل، قتل حمزة رضوان الله تعالى عليه بمقدار ما قتل في معركة بدر من المشركين قتل من المسلمين، ولذلك أبو سفيان طلع قال يوم بيوم بدر. ولولا رحمة الله عز وجل ولولا مواقف من أمثال الإمام علي سلام الله عليه لكان قد قضي على رسول الله وعلى المسلمين. هذا بد نموذج يا جماعة، يوم اللي الناس يفرضون رأيهم على القيادة، هاي النتيجة، هاي النتيجة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أنتوا توقعون في مشكلة، أنتوا اللي تواجهون صعوبات. في قضية الإمام علي سلام الله عليه حينما رفع أعداؤه المصاحف على الرماح، الإمام علي قال أنا القرآن الناطق، هذه خدعة، لكن ما قبله مصاحف على الرماح، الجماعة يطالبون بالتحكيم إلى القرآن فما يصير. الجماعة صبروا حتى يوم اللي أرسل إلى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه أنه ارجع، قال مالك خبروا الإمام ما بقي شيء، معاوية دي يشرب دي يطلع ما بقي شيء. قال ما يصير، إذا مالك الأشتر ما يرجع نقتلك يا علي، يعني أخذوا الإمام علي قيادتهم الربانية أخذوه رهينة إلا يرجع مالك، فأرسل ارجع على كل حال حتى لو هزيمة ارجع. رجع، صارت الهزيمة، صارت قضية الحكمين، الإمام علي يريد يعين عبد الله بن عباس للتفاوض، قالوا ما يصير إلا أبو موسى الأشعري، عمي أبو موسى الأشعري متآمر، للعلم أبو موسى الأشعري ما كان إنسان ساذج أبدا،
لم يكن مع علي في هواه، لم يكن مع أهل البيت في داخل قلبه، فالرجل مو قضية سذاجة. ولذلك الإمام علي كان ما كان رأيه وياه، لا ما كان ساذج، كان متعب. قالوا لا ما يصير إلا أبو موسى الأشعري، وحدث ما حدث، حدث ما حدث، انتهى الأمر إلى مقتل الإمام علي وانتصار معاوية وما فعل بهم، بهؤلاء الذين كانوا من أصحابه. زين السؤال، ليش هذول يطيعون؟ النبي يشتغل مع الناس وبالناس، خو النبي ما يجيب بدل عن الناس ملائكة. بهؤلاء الناس أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ولذلك يوم اللي الناس ما يردون وما يردون على وسط في أمال، أما يفرض عليهم، هذا يشبه أن نقول رب العالمين ليش ما يفرض الإيمان على جميع الناس؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، لكن رب العالمين يريد الناس باختيارهم، باختيارهم يقومون بالأعمال الصالحة ويتخذون المواقف الصحيحة باختيارهم. وإلا إذا قلنا إجبار، النبي يجبر الناس ورب العالمين يجبر الناس، هذا ما صار هالحياة الدنيا التي فيها الابتلاء والتي فيها الامتحان ومدار الثواب والعقاب على حرية الإنسان واختيار الإنسان. ومن ثم ما كانوا يفرضون، مو رئيس دولة وعند جيش وسجون وأموال بيدة، إما تروح للحرب وإلا نقتلك وإلا نسجنك وإلا نطردك، ما شكل كان تعامل الأنبياء مع الناس. لكن رب العالمين ما يرد يبين، لو يطيعكم في كثير من الأمر، مو مرة مرتين لعنتم، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله زين الإيمان، ومن الإيمان إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يأتي سؤال جوهري أساسي، الإيمان شغل الله أم شغل الإنسان؟ أنت لازم تروح وراء الإيمان حتى تحصله، أو أن رب العالمين يعطيك الإيمان؟ أيهما؟ إذا كان شغل الإنسان فالذين ما أمنوا إلهم حجة، أنه إحنا ما توصلنا إلى نتيجة أنه نؤمن. وإذا كان شغل الله فهل فيه إجبار؟ والذين ما آمنوا رب العالمين ما أراد لهم الإيمان. الحقيقة بذور الإيمان شغل الله، الله يخلق الإنسان على فطرته، فما من إنسان إلا ويدري في قرارة نفسه، في فطرته، في ضميره، في وجدانه أنه إلى رب، مو هو خالق نفسه ولا أبواه خلقاه، وإنما هنالك رب خلق هذا الكون، في قرارة نفسه هذا موجود، البذرة موجودة. مثل ما أنتم لما تزرعون الأرض، الأرض الصالحة الله خالقها، البذور الله خالقها، الهواء الله خالقها، الشمس الله خالقها، أنت شغلك تجي تخلي البذرة في الأرض وتسقيها. بعبارة ثانية، كل عمل، كل موقف من الإنسان في إرادتين لله فيه، وإرادة واحدة للإنسان. الإرادة الأولى لله أنه يخلق المقدمات، مثلاً يعطي الإنسان العقل، هذا واحد، يخلق الأرض الصالحة للزراعة، هذا اثنين، يخلق الأمطار والمياه، هذا ثلاثة، يخلق الأكسجين، يخلق أشعة الشمس. إذن هذه الإرادة سبقت إرادتك، كل هذه المقدمات رب العالمين يصنعها لك. أنت لازم تروح تزرع، أنت اللي تزرع في الأرض وتفلح. الإرادة الأولى أن الله خلق هذه المقدمات، ثم إرادتك تجي، ثم تأتي من جديد إرادة الله أن هذه البذور تتحول إلى أشجار ونباتات ولا تخيس، ولا تخيس. الله يعطي الجماعة قوة، قوة، عضلات، فكر، يمكن يخططون، ويعطيهم الحديد حتى يصنعون سيوف، ثم يأمرهم بأن يذهبوا للقتال. يوم اللي يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، رب العالمين يقول أنا ما أعطيكم النتيجة وهو النصر، النصر من الله، لكن بعد ما أنت تسعي. يقول الإمام علي لمحمد بن الحنفية في معركة الجمل حينما أرسله، قالت في الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك،
وارمي ببصرك أقصى القوم واعلم أن النصر من عند الله. هاي المقدمات عليك، لكن النصر من الله، نتيجة من الله. أما واحد يقول الله خلي يعطيني النتيجة بدون ما أنا أقوم بعمل، هذا ما له معنى في الدنيا. في الدنيا ماكو عندنا هذا الشيء، لازم أنت تروح تفلح الأرض حتى تحصل على الزرع، تتزوج حتى يصير عندك أولاد، تبني حتى يصير عندك بيت. لكن المواد رب العالمين خالقها، هذا فيما يرتبط بالماديات. فيما يرتبط بالإيمان أيضا، رب العالمين يخلق الإنسان على فطرة الإيمان بالله، على فطرة حب الإيمان، حب الخير، حب الصلاح. أكو إنسان على وجه الأرض ما يحب الصدق، يحب الكذب، ما يحب الخير، ما يحب الشجاعة، ما يحب المفردات الأخلاقية كلها، ما يحب الكرم؟ لا، كل الناس يوم اللي يجي للدنيا يحب الإيمان بالله ويحب الخير ويحب الشجاعة ويحب الكرم ويحب يحب هاي الأشياء. ولذلك ينظر إلى الكريم كبطل، إلى الشجاع كبطل، لأن وجدانه يقول له هذا الشيء زين. الإيمان مودع في فطرة الناس، والناس يولدون وهم يحبون الإيمان، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان زينة للقلب، ليش؟ لأن الإيمان راحة للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان راحة في القلب، الإيمان اطمئنان بالنسبة إلى الإنسان. زينة زينة القلوب أن تكون مؤمنة، القلب الذي لا إيمان فيه موحش، حتى بالنسبة إلى نفسه موحشها. يعني ما أدري، أنتوا الحمد لله مؤمنين، مستمعين كلهم مؤمنين، بس هل جلست مع نفسك تتصور إذا ما كنت مؤمن بالله وبرسوله وضعك شلون شاء؟ كريشة في مهب الريح عاصفة، وين كنت؟ قلبك كان بشنو؟ يعني قلبك كان متعلق بشنو؟ أنت قل لي يوم اللي ماكو إيمان بالله. المهم، وزينه في قلوبكم وكره. عندنا قائمة بالأشياء الحسنة وقائمة بالأشياء السيئة، عندنا قائمة بالواجبات، عندنا قائمة بالمحرمات، عندنا قائمة بالأخلاق الصالحة، عندنا قائمة بأضدادها. رب العالمين كما حبب إلينا الإيمان والخير والصلاح، كره ما يضاد ذلك، كره إلينا الكفر، كره إلينا البخل، كره إلينا الجبن، كره إلينا ما هو ضد المفردات الأخلاقية. وكره إليكم، ثلاث أشياء كره إليكم، شنو هي؟ الكفر، أصلا ماكو شيء كفر بالدين، في بعض الناس كل الدين رافض، هذا كفر. أو الإلحاد مثلا، هذا كفر. الفسوق يعني تجاوز الحدود، العصيان يعني ارتكاب بعض المحارم، هاي الأشياء أيضا رب العالمين كرهها، بس هاي البذرة لازم تنميها، هذا دورك. فإرادة الرب في الإيمان سبقت إرادتك فيما يرتبط بالإيمان، كما سبقت إرادته إرادتك في الزراعة، أن خلق المواد اللازمة للزراعة وللنمو الأشجار، بس البقية عليه. بعض الأوقات أفراد يجون يقول الرزق مو على الله، أقول له إيه على الله، أقول له عنديش أنا مو مرزوق، أقول له شوف، هاي الطيور تحصل على أرزاقها، تحصل على هاي الحبوب في الأرض أو لا؟ يقول إيه، أقول الحبوب موجودة في الأرض، بس الحبوب الله ما يوديها للعشب، هذا هي لازم تجي تأخذ هاي الحبوب. الرزق موجود، الرزق موجود، أنت روح ابحث عنه، الله خلق الرزق لك وأعطاك الحق في أن تحصل على رزقك. يعني من حق كل واحد أن يكون عنده بيت، من حق كل واحد أن تكون عنده زوجة إذا رجل أو زوجة إذا كانت امرأة، أن يكون عنده طعام بمقدار ما يحافظ على إوده وعلى قوامه ولا يموت من الجوع، هذا حق من حقوقك. والله خالق في هذه الكرة الأرضية ما يحتاج إليه أكثر من 200 مليار من البشر، لسه 7 مليارات، 200 مليار، علميا لو البشر وصلوا إلى 200 مليار، أكو في هذه الأرض ما يحتاج إليه الناس. شلون أكو؟ لأنه ما في شيء يستهلك، إنما هو ريسايكل،
أنت تشرب الماء، بعدين هذا الماء اللي شربته يطلع من عندك يروح في طبقات الأرض يرجع إلى البحر، البحر مرة ثانية يصير بخار يجي على الأرض. دائما هاي المواد الموجودة في الأرض هذه لا تزيد ولا تنقص منذ أن خلقها الله وقدر فيها أرزاقها. الأرزاق الله في هاي الأرض موجودة، فهي يعني تمشي فقط في حالة ريسايكل، في حالة انتقال من مكان لمكان من شخص إلى شخص ينتقل، ولا هذه كلها موجودة. لكن الله يجي نيابة عنك يزرع؟ لا، هذا شغلك، هذا شغلك. الله خالق الشمس، بس الله ما يجي يفتح لك الشباك مال غرفتك، افتح الشباك حتى يدخل النور. الله خالق الهواء، بس بدل عنك يجي يفتح الشباك حتى يدخل الهواء في غرفتك. لا، المقدمات من الله، شغل العبد بعدين النتيجة هم على الله، الله يعطي النتيجة، سواء نتيجة الإيمان يعطيك الجنة والثواب، أو نتيجة فلاحتك للأرض يعطيك الثمار، نتيجة بنائك للبيت يعطيك بيت. هاي الأشياء الله يعطي نتيجة من الله، والمقدمات الأولى من الله، لكن في هذا الوسط شغل العبد أن ينمي إيمانه. شلون ينمي إيمانه؟ يذهب إلى كتاب الله ويتلو كتاب الله، يذهب إلى النبي ويستمع إلى النبي، يذهب إلى العلماء ويستمع من عندهم. هذا مكان التنمية للإيمان، بس البذرة موجودة، وهي البذرة ما تكفي، البذرة موجودة ولكنها لا تكفي لك ولنموك ولتقدمك، تنميها تصير عندك درجات، وفي الدنيا تصير كبير وعظيم، وفي الآخرة أيضا تصير كبير وعظيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان بما في ذلك الإيمان به والإيمان بنبيه وإطاعة الله وإطاعة نبيه، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. آمنا بالله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.